السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناه فيوتشر كوين، فيديو جديد على قناتنا، قناه مهتمه باخبار العملات الرقميه. بهالفيديو اصدقائي راح اتكلم عن عمله تيرا لونا كلاسيك، العمله الوحيده صراحه باللون الاخضر في سوق الكريبتو. طبعا راح اتكلم شوي عن البيتكوين وتحليل البيتكوين. اما باش فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناه. خلينا اول شيء اصدقائي نبدا تحليل سريع جدا عن البيتكوين. طبعا بيتكوين اصدقائي اذا بتشوفه على فريم من يوم، تكلمت بمناطق 27500 عن نموذج الراس والكتفين، وحكينا اي اقفال اسفل مناطق 27000 دولار راح نتوجه لمناطق 25000 دولار. لكن اصدقائي عندي دعم مهم على فريم من يوم، اللي هو دعم الموفينج ابريج 100 عند منطقه 26075. عندي مناطق تواجد الموفينج ابريج 100، في حال اغلاقنا اسفل موفينج ابرج 100 يعني عند مناطق 26000 دولار، اذا اغلقنا شمعة يوم اسفل هاي المناطق فدعم ال 25000 دولار راح يكون قريب جدا، يعني ممكن خلال ساعات نوصل لو هاي المناطق. خاصة اصدقائي اذا انتم مثل ما شايفين على مؤشر فوليوم بروفايل ما في عندي سيولة كافية لرفع البيتكوين، لهيك هاي المناطق ما في سيولة، مناطق تجمع السيولة صحيحة ممكن تشيلنا مناطق 22000 دولار، لكن احتمال ضعيف. مناطق تجمع السابقة عندي مناطق ال 25000 دولار الى ال 24000 دولار، فيها سيولة كبيرة جدا ان كان فوليوم بيعي او شرائي، لكن على الاغلب راح يكون فوليوم شرائي لان منطقة دعم وجمع السيولة السابقة قوية جدا. شو بالنسبة لعملة تيرا لونا كلاسيك؟ عملة تيرا لونا كلاسيك اصدقائي عملت حركة رائعة جدا على فريم 4 ساعات، وهو تشكل نموذج القاع المزدوج. تشكل نموذج القمة المزدوجة بيدل على الهبوط، القاع المزدوج بيدل على الصعود. طبعا بهي المناطق اصدقائي كبرت السيولة عندي بشكل كبير. حاليا عندي مقاومتين، مقاومة 0.3 أصفار 1 وعندي مقاومة 0.3 أصفار 11، وبعد عندي المقاومة العنيدة هي منطقة 0.3 أصفار 1270. بهاي المناطق اصدقائي مثل ما نوضح عنكم على مؤشر فوليوم بروفايل، عندي بهاي المناطق فوليوم عالي جدا، ممكن هذا الفوليوم اصدقائي يكون فوليوم بيعي، لهيك انا بحذر من هاي المناطق اللي ممكن تصير منها هبوط. لكن لازم ركز على مقاومة موفينج افريج 100 ومقاومة الموفينج افريج 200، وبعدها لازم احذر من مقاومة 0.3 أصفار 1270. حاليا بعد تشكل نموذج القاع المزدوج ممكن العملة لونا كلاسيك تنفجر بعد بداية ارتفاع البيتكوين، ممكن تصحح قليلا اذا نزل بيتكوين لمناطق ال 25000 دولار، وهذا الشيء اكيد البيتكوين راح يزول مناطق ال 25000 دولار، ممكن تصحح عملة تيرا لونا كلاسيك مع تصحيح البيتكوين وبعدها تنطلق مع بداية ارتفاع البيتكوين. ارتفاع البيتكوين من مناطق 25000 دولار ممكن يودينا مرة ثانية لمناطق 29000 دولار، لكن اصدقائي ارتفاع عملة تيرا لونا كلاسيك راح يكون اكبر من ارتفاع البيتكوين. ارتفاع بالنسبة راح يكون ارتفاع اكبر من ارتفاع بيتكوين بسبب نموذج القاع المزدوج. وطبعا اصدقائي بالنسبة لحرق عملة تيرا لونا كلاسيك وصلنا الى 55 مليار قطعة حرق، باقي 6 تريليون و580 مليار قطعة. اعلى الحارقين هي منصة باينانس، وبعدها عندي ضريبة الحرق اللي هي بارن تاكس. اصدقائي نكون وصلنا لهي الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.